مرحبا، اسمي ليلى. أجبرت على الزواج رغما عني من رجل لم أكن أعرفه ولا أحبه. لم أكن أريد ذلك على الإطلاق. لم يتم فقط تدمير أحلامي وأهدافي في الحياة فحسب، ولكن أيضا حقوقي. مثلي تماما، لديك الحق في أن تقرر بحرية متى ومن وما إذا كنت تريد الزواج على الإطلاق. أنت تستحق اتخاذ قرارات بشأن حياتك. إذا وجدت نفسك في مثل هذه الحالة الطارئة، فيمكنك الاتصال بالخط الساخن لأزمة ساكسونيا السفلى ضد الزواج القسري مجانا ودون الكشف عن هويتك. ولا تقلق، لن يعلم أحدا بذلك. لا تخافوا، سوف تحصل على المساعدة.